برعاية عدد من المطارنة وبمشاركة كافة الكنائس والهيئات المسيحية في المملكة، أطلق مكتب الرجاء المسيحي بعمان برنامج طوباكم الخاص بدعم وتأهيل الأسر العفيفة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. تحت رعاية أصحاب السيادة مطران الروم الأرثوذكس كريستوفوروس عطلة ومطران اللاتين ويليام الشوملي ومطران الروم الكاثوليك جوزيف جبارة وبمشاركة كافة الكنائس والهيئات المسيحية في الأردن، أطلق مكتب الرجاء المسيحي خلال احتفال أقيم في النادي الأرثوذكسي بعمان مشروع طوباكم الخاص بتأهيل بيوت الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة. وقدم قدس الأب مودي هنديلي المرشد الروحي لعائلات الرجاء المسيحي كلمة شكر فيها الله العلي القدير على إنجازات هذا المشروع التعاضدي، مشبها انطلاقته بحبة الخردل الصغيرة جدا والتي تصبح بعد زراعتها في الحقل والاهتمام بها ورعايتها شجرة كبيرة مثمرة. نصلي لأجل خدمة المحبة الاجتماعية التي تنبع من طبيعة الله، فهو محبة وغني بالرحمة، فلتصبح هذه الخدمة طاقة روحية لا إعالة اجتماعية وينبوعاً لعطاء لا ينضب، ليتم لقاء القلبين، قلب الله العطش إلى خليقته وقلب الإنسان العطش إلى خالقه. فالكنيسة أحبائي مدعوة بأبنائها وبناتها برعاتها ومؤسساتها لمداوات هذه الجراح وتخفيفها بزيت العزاء وتضميدها بالرحمة والاعتناء بها بروح التضامن والانتباه. نعرب في هذه الصلاة عن كل الشكر والتقدير وصلواتنا للقيمين على إدارة مشروع طوباكم، ونتذكر كلام أحد الآباء القديسين أثناسيوس الرسولي الذي قال، وأيضا تشابه كلمات يوحنا ذهبي الفم، طوبى لمن تألم معه فإنه سيتمجد معه أيضا بالمجد العتيد. فطوباك يا من تألمت وتحملت الضيقات الأرضية لأنك سترث الملكوت. آمين. كما قدم السيد عزام شويحات أمين صندوق مشروع طوباكم ونائب الأمين العام لمكتب الرجاء المسيحي شرحا وافيا عن برنامج طوباكم ونشاطاته ومشاريعه في مجال الخدمة والمحبة، لافتا إلى أن طوباكم يعمل على إعادة تأهيل منازل العائلات الفقيرة وصيانتها وتأثيثها ليتسنى لتلك العائلات العيش بكرامة في بيئة منزلية صحية وآمنة. عائلات الرجاء هي مكونة من 8 عائلات، إحنا معظمنا بالقطاع الخاص بنشتغل بالأعمال وزوجاتنا نفس الإشي. التقينا على كلمة الرب زي ما تفضل الأخ شكري بالشركة والمشاركة، الشركة في كلمة الرب والمشاركة بالأعمال. كما بنعرف برسالة يعقوب، الإيمان كما أن الجسد بدون روح ميت، كذلك الإيمان بدون أعمال فهو ميت. لذلك إحنا اجتمعنا على كلمة الرب حتى نتعمق ونفهم كلمة ربنا ونعيشها. وخلال مسيرتنا كنا نحاول إنه نعمل بعض المبادرات الصغيرة فيما يتعلق بمساعدة الفقير أو إعادة تأهيل بطريقة متواضعة لبعض البيوت من ناحية إدهان أو إلى آخره، ولكن هذا فتح لنا آفاق كبيرة عن حجم المشكلة اللي موجودة. فلذلك إحنا كعائلات الرجاء فكرنا بشو هي رسالتنا، شو هي ثمرة عملنا، وفكرنا أنه لازم نشتغل على هذا المشروع ونعمل والروح دائما يقودنا، وتوصلنا لأفضل اسم لهذا المشروع وسميناه طوباكم، طوبى لمن يعمل بهذا المشروع. بحب أقتبس من إنجيل سيدنا لوقا، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا فائضا. العطاء أهم إشي وأحلى إشي، العطاء فرحة، العطاء قيمة، العطاء إنسانية، العطاء محبة، والمعطي هو اللي بيشعر
بالسعادة أكثر من المستفيد. كما بارك الأساقفة الحاضرون هذه المبادرة وهذا البرنامج الخيري الذي تقوم عليه عائلات مجتمعية كريمة، هدفها أولاً وآخراً خدمة الأسر المسيحية العفيفة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، حيث يأتي البرنامج كمبادرة تم إطلاقها من قبل عائلات الرجاء العام الماضي، ويتم إدارتها من قبل لجنة إدارة مجموعة عائلات الرجاء بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكتب الرجاء المسيحي التابع للكنيسة الكاثوليكية في الأردن.